الدولة كضامن للقطعة الأرضية أنه يندار فيها المشروع، والمرقي العقاري عنده مشروع. شوف سو بارتناريا، وقلتها ونقولها ونعاودها، سو بارتناريا بريفي بوبليك، نظن من أحسن التركيبات من ناحية الضمانات. لكن هذا التركيبة هذه تاع البارتناريا، بعد نجيك للمرقي العقاري والقوانين الحالية، هذا التركيبة هذه إلى اختلت فيها الهندسة المالية تختل الأطراف المتدخلة. وش حبيت نقول؟ دائما الدولة تقدم القطعة الأرضية، والمرقي العقاري لازم له ثلث دراسات، يجيب ثلث مكاتب دراسات ويخير أحسن دراسة وينطلق في المشروع تاعه. في حالة ما يديرش المشروع، كاين إجراء قانوني باش يعاودوا يسحبوا منه القطعة الأرضية. النقطة الثانية، الهندسة المالية كاين الوسيط اللي هو السينال، والسينال عنده هامش ربح بسيط لكن عنده هامش. المواطن يدفع للسينال والسينال تدفع للمرقي. شوف هذه التركيبة هكذا كما نشوف فيها الآن، والله نشوفها تركيبة سينال دولة شركة بناء، قانون مرقي عقاري، لكن ضمنيا راهي شركة بناء. لما الهندسة المالية تختل، علاش شركة بناء؟ من ناحية لي غارونتي، مانيش يعني باسكو ندافع على المرقي العقاري، ندافع على الترقية العقارية، لأنه سواء قانون 93.03 اللي ماهوش قائم حاليا، ولا 11.04، أول ما يتكلموا عليه القانونين الاثنين ما يتكلموش على المرقي العقاري، يتكلموا على الترقية العقارية في الجزائر. لكن لو تسمح لي فقط في هذه النقطة، حتى التقسيم أو قيمة المسكن من حيث تقسيمها على الأشطر التي يدفعها المواطن ربما مرتفعة قليلا، يعني لما نتحدث عن 70 مليون دينار جزائري بالنسبة للمواطن اللي يدفعها 70 مليون اللي يدفعها في الشطر الأول، 70 مليون سنتيم، سنتيم يعني اللي يدفعها في الشطر الأول، وبعدين كل شطر يعني رقم مرتفع بالنسبة للمواطن. هك تشوف هذا الرقم المرتفع، هذا الرقم المرتفع لما تربطه بالتركيبة هذه تلقى باللي المرقي العقاري اللي عنده أدوات ديجا مستثمر فيها صعيب باش يدي هامش الربح تاعه، لانه التركيبه قانونيا جميله لكن ماليا فيها نظر. هذه الاولى. دوزيام، هذا التركيبه الثمن تاعها راهو تحدثنا عليه عنده فايت سنه، والمشاريع تاخرت وراح تنطلق الان بكل الاسقاطات الاقتصاديه الجديده. دو كيفاش راح ندخلوا في مشاريع نحصلوا فيها ثانية؟ إذن هذه يجب إعادة النظر. نرجع لك الآن للأقساط. شوف والله إن شاء الله تكون آراء أخرى، لكن رأيك خبير من الميدان، 32 سنة في الميدان، ونتكلم على عصارة واللي تلاقينا بهم في سان جورج، ولا اللي تلاقينا بهم في السيسي، ولا في لقاءات أخرى في عنابة، ولا في قسنطينة، ولا في وهران، هم على بالهم بهذا النظرة. شوف ما دمنا نبحث عن التمويل في طريقة ضيقة صعيب باش نلقاو حلول. شوف النية، الشيء الجميل في هذا أنه النية راهي حسنة، سواء على مستوى المشروع الخماسي ولا على مستوى المشاريع اللي راهي قائمة اللي تكلم عليها وزير السكن. معليش نشدوا ما هو حسن، النية حسنة والأشخاص طيبة، نبقى نوظف العلم بقوة. العقار علم، القطعة الأرضية سنداتها ونزاعاتها علم، هندسة البناء علم، هندسة التخطيط والمتابعة ومتابعة البيدجي علم. هذا الأمر في حدودي كجزائري راهو موظف بطريقة طغات الإدارة. ولما طغات الإدارة، والله لا أتهم شخص، أتهم تاريخ الإدارة. الإدارة سيت اون ميكانيك دارت تلمون دون مانيير كو طغات الإدارة، أصبحت الإدارة طاغية على المشاريع اللي فيها ثلث مركبات، فيها هندسة تقنية، هندسة مالية، وهندسة قانونية. حتى القوانين على الأقل اللي متخصصة بالعقار
اطغى عليها الطابع الإداري والقانون. من المفروض يجي سيج الهندسة التقنية والهندسة المالية. أصبح القانون في بعض الأحيان وفي أحيان عديدة أصبح عائق للهندسة التقنية وللهندسة المالية، وبعد نقول نحوسوا على الحلول. يجب النظرة المدمجة بين الهندسة التقنية والهندسة المالية مسيجة بالهندسة القانونية. لما نشوفوا لا نيسونس تاع 11.04 عنده حسناته لكن عنده سيئاته. ديروا بيلون ام بي قبل 11.04 عشان نتكلموا. رانا نتكلموا 9 سنين من الخرج. نشدوا نديروا ام بيلون من اللي جا 11.04 واش راهو حال الترقيه العقاريه، لانه الماده الاولى لاكتيفيتي ايموبيليير وتعريف الترقيه العقاريه وتعريف المرقي العقاري. نشوفوا 9 سنين واش حال الترقيه العقاريه، ونشوفوا قبل 11.04 واش حال الترقيه العقاريه. من بعد نشوفوا منا وطلع ما هي نظرتنا للترقيه العقاريه. الترقيه العقاريه اللي ما نظرنا لهاش في بناء في هندسة عقارية للمخطط الوطني لتهية الإقليم، سواء الحالي ولا الحي الفوه ولا لمازاله قائم. المخطط الوطني لتهية الإقليم مازاله هو جاء في 2010، مازاله حتى 2030 ورانا في 2020، مازاله 10 سنين. إذا واش حال الترقية العقارية قبل 2011، واش حال الترقية العقارية قبل بعد 2011؟ لكن على شرط يجب أن نفصل مش اللي بناته الدولة ومولاته الدولة وتسيبفونسوني الدولة ودخل السوق العقاري ورام يشرو فيها الأشخاص اللي اللوجمو كياخوتي 4 مليون دينار رام يشرو فيه وبعد يدخل السوق العقاري. شوف لازم لما نديرو هندسة عقارية ولا نديرو استراتيجية عقارية كاين أمرين ما لازمش نحطموهم. عبك لما تحطم السوق العقاري واش تحطم؟ عبك فرق بين تحطيم السوق العقاري وتخفيض الأثمان في السوق العقاري. لما تدير مشاريع لا تحسب فيها المردودية هنا راك تحطم في السوق العقاري. معناه المردودية اللي راهي تبني في المشاريع هذه هي مردودية غير رابحة. طيب معناه أي واحد يجي يربح غير ممكن. طيب لكن اليوم ربما نتحدث عن يعني الاستثمار ربما الأجنبي في هذا الجانب، هل يمكن فتح المجال ربما لرؤوس أموال أجنبية للاستثمار في البناء في الجزائر؟ ربما هل هذا ممكن؟ الله ربي يبارك فيك، والله سؤال هايل. شوف حنلخص تقريبا الشيء اللي كنت نتكلم فيه. الجزائر 2,382,000 كيلومتر مربع. إذا انطلقنا اون فا بارلي دون ايكونومي موبيليير ولا اقتصاد عقاري ولا هندسة عقارية اقتصادية باش تبني الجزائر ككل. السكن بقدر أهميته لكن يولي من باب تحصيل الحاصل. الأصل بناء الجزائر وإنشاء مشاريع عقارية استثمارية. وش معناها مشاريع عقارية استثمارية؟ يعني كاين استراتيجية استثمار. لما تكون استراتيجية استثمار عفوا افتح المجال. الأجنبي سواء كان تونسي ولا أمريكي ولا مغربي ولا صيني هو أجنبي. لما يجيك هنا للجزائر يجي يقول لك استراتيجية الاستثمار في الجزائر هاي لك، ما هي قوانينها وهو هامش الربح اللي نديره. ممكن تبني مدينة تبني مدن، الاتفاقات مع تركيا ممكن تبني مدن. الشيء اللي نستفادوا منه أمرين، ممكن تركيبات مالية، لكن الأمر الثاني نتقن المشاريع الكبرى. وراني نقولها ونعاودها، المشاريع الكبرى هي بناء المدن، المشاريع الكبرى هي بناء عقارات صناعية، عقارات فلاحية. واحد يقول لي عقارات فلاحية واش تبني فيها؟ أراضي فلاحية. يا ودي العقار المبني هذاك تاع الفلاحي لازم لك عقارات مبنية داخل الأرض الفلاحية ولا بجوارها ولا وعقارات آلات تحويلية تاع الصناعة، عقارات سياحية. إلى بهذا النظرة هذوك ما نقدروش الجزائر وثروتها واش عندها وننظروا لها كعقارات يبحث. مع احترامي للوالي، لكن مهمة الوالي أكبر بكثير من البحث عن عقار في منطقته. لأنه العقارات تاع الولاية هذيك راهي مرتبطة بمخطط وطني ولد إسقاطات. إذن
النظرة الكلية الاستثمارية، تجيب الأجانب يدرس استراتيجية استثمار يربح. لما يربح فو بوفي نيغوسي معاه. وش معنات نيغوسي في مشروع؟ قال تبني لي مدينة، هذيك المدينة نعطيك فيها 30,000 سكن، بصح في 30,000 سكن نحي لك 5,000. 5,000 هاو بهذا الثمن، والاخرين هاو بهذا الثمن. سكون ابل سا ليكونومي دي شال. انا نبيع لك، نبيع لك 30,000 لوجمون، بصح لي 5,000 لوجمون نديهم بهذا البريم. يا نيغوسي هذوك لي 5,000، سكون ابل الاقتطاع، ماشي الاقتطاع من 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 مال الجزائر، الاقتطاع من الثروه، لا كرياسيون دو فالور، نخلقوا الثروه ومن الثروه هذيك اللي نخلقوها نقتطعوا. لانه شكون يخلق الثروه؟ انا يا انت يا حتى ذاك المعوز. المعوز يخلق ثروه قيسو، لكن على بالك الدنيا ارزاق، وربي يقدر له انه رزقه 30,000 دينار وممكن نعمله. الا مشينا بهذا النظره الاستثماريه، تجيب الاجانب وتجيب البنوك، علاش يجوا؟ باسكو ما راحش تبني اني ما فيه دوز لوجمون، راح تبني مدينه، راح تبني مدن. على بالك الجزائر كنت ترفع عالم بناء المدن، واتحمل ما اقول، الا في بعض المناطق يعني اللي ممكن فيها جانب امني وفيها جانب تتدخل فيه، تتدخل فيه هيئات اخرى خاصه. كنت الجزائر ترفع عالم بناء المدن بكفاءه عاليه وبتجميع خبراء الجزائر، صدقني ابواب الاستثمار تفتح لك. علاش الناس راهي في ازمه؟ عباك اللي في ازمه واش يحوس؟ يحوس يستثمر باش يخرج، يخرج من الازمه. بس كل لما تكون في ازمه انت واش تدير؟ تروح تخدم. نفس الشيء المستثمر يكون في ازمه يحوس على مشاريع مربحه. لما يقولوا له كاين بلاد عده مدن حابين يبنيوها، هنا تجي كل التركيبات الكفاءاتيه، يعني لو ريغروبمون دي كومبيتونس اي لو ريغروبمون دي فينانسمون. اتونسيون بارتو كاين سكون ابل لي فينانسمون دي بروجي انترناسيونال. لما بروجي يندار هنا في الجزائر سي ان بروجي انترناسيونال بارابور اوكسيدونتو، للغرب ولا لاي اي دوله خارج الجزائر. هذه النظره لازم تقول. ممكن ممكن اني نقولها كجزائري وبغض النظر على اي وزير ولا اي 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 مدير الاداره اللي بلوكي بارابور سا. اذا لازم نخرجوا من المنطق الاداري لبناء الجزائر الى المنطق العلمي بهندسه ماليه وهندسه تقنيه وهندسه قانونيه وتخطيط قوي 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 لاقصى درجه. لما نتحدث اليوم عن مليون سكن في الخماسي المقبل، يعني ربما يمكن تقسيم هذا الرقم خمس سنوات، 200,000 على خمس سنوات، لكن على الميدان ربما فيه الكثير من المصاعب والمشاكل وما إلى ذلك. شوف يبدأ الغيث بقطرة، ويكون عندك جبل قسمه، هذا هو التخطيط. لما تقول 200,000 قسمها على عدد الولايات، البلك 100,000 كي نقسموها على 10 ولايات عندنا 10,000 في كل ولاية. لكن شكون هذه الولاية؟ وش هي نقاط القوة الاقتصادية في هذه الولاية؟ نورمالمون نعرفوا نحدوا ما هي الولايات الغنية وما هي الولايات اللي هي مركز ثقل الاقتصاد الجزائري. وهذه ممكن تناقش في ان سيمينار. اون فا بريزونتي لا كارت، اون فا بريزونتي مركز ثقل، برك نواصل الفكرة، مركز ثقل الاستثمار. أنا قلت لك 10,000 سكن، لكن ماشي حاجة كبيرة. لكن داني أشير إلى نقطة فقط، ربما يقول أن المخطط يتحدث عن 60% من هذه السكنات موجهة للريف في مقابل 40% موجهة للمدن. ربما ونعرف أنه في المدن تتركز غالبية الأنشطة الاقتصادية والإدارية، ما رأيك في هذا التقسيم؟ هنا والله سي ضياء سامحني، هذا الرأي كنت أعطيته من قبل، وانا شخصيا ماشي مع هذا التقسيم وماشي معاه انه يكون اقل، لانه من بين الاختلالات الموجوده في الجزائر هو أن الشمال مختل بالنسبه للجنوب. وهذا الاختلال في نظرتي كخبير، وكاين نظرات اخرى لكن نقدم نظرتي، راني في هذا البلاطو نقدم نظرتي وقابله للنقاش، انه الجزائر دايره خطا كبير كبير وجسيم، انه ننظر الاقتصاد الجزائري من الشمال الى الجنوب. على ذلك بقينا قاعدين هنا في لي شيز دو نور، اون روغارد لو سود اون ا ريان في.
هذا الخطأ درته فرنسا ماشي كخطأ لأنها مستعمرة، درته فرنسا تنظر الاقتصاد الجزائري من الشمال إلى الجنوب، لكن يجب أن تعكس الآية، يجب أن ننظر للاقتصاد الجزائري من الجنوب إلى الشمال. نرجع لك للنقطة تاعك لما تكلمت على السكن الريفي، على بالك لما تكلموا على السكن أما منظوني كن ما نذكروش واحد النقطة بسيطة ومن أبسط ما يكون، كأننا نشوف دي لوجمو يا بيرسونال انتريور. أبك لما نبنوا على السكن الريفي في المدن الداخلية ولا في المدن الجنوبية، أو كاين أفراد، معناه أفراد تحركت، معناه هذيك المدن أي فيها أي فيها أي فيها روح، وهذيك المدن اللي يكون فيها روح باش الناس تجي ليها لازم يكون استثمار، تكون عقار فلاحي، يكون عقار سياحي. كاين شوف كاين عقارات، كاين مدن في الجزائر فيها دي بلاس كون تدير حولها مشروع سياسي، مشروع سياحي وسياسي ثاني، مشروع سياحي تحيا هذيك المدن. ومن بعد لما تكون السكنات الريفية الناس لما تروح تخدم تما لازم تسكن، لازم مستشفى، لازم العقار الاستشفائي، العقار التربوي، العقار كل العقارات الممكنة. وبالتالي عملية 60-40، والله أنا نقول بلي عملية 60-40 لا توازن الخلل اللي راهو اللي انطلق في 2010 طاش على كان 67% هنا في الساحل في الشمال والباقي متوزعين. هذا الخلل هذا هو المخطط الوطني، ممكن تصويبه، ممكن لا ميزاجور تاعو، ربما إعادة نظر في إطار الفكرة أنه تنمية الريف وتنمية ربما اليوم نتحدث عن مناطق الظل وما إلى ذلك، ربما يعني في إعادة لتوزيع الثروة. ربما لما نتحدث اليوم عن 60 في المناطق ربما في 60% ستتركز في الجنوب والهضاب العليا و40 في المناطق الشمالية، ربما نحن نتجه نحو إعادة توزيع الثروة. شوف إعادة توزيع الثروة من يخلقها الفرد، وهذا هو الاقتصاد. إذا لما يكون نتوزع على بلادنا كما لازم يكون أسمو مولات تتوزع الثروة. عندنا مناطق ممكن شوف ذكرتها ونذكرها، نذكر فقط غار جبيلات من أكبر المشاريع اللي جر معاه عدة مشاريع. في الدول المتقدمة لما تكون عندها مشاريع كبرى مثل غار جبيلات تغتنم الفرصة باش تبني مدن. أنا أقول لك اللي مازال المحرك القوي هو عملية الاستثمار. الاستثمار السكن في الأزمة الحالية في الجزائر موش استثمار تاع الدولة، لكن المرقي العقاري ممكن يكون عنده استثمار، لكن المرقي العقاري وما يبنيش غير السكن، الترقية العقارية وفيها كلش. إذا نرجع للمشاريع مثل غار جبيلات، هي مشاريع كبرى، وني نقولها ونعاودها مرة ثانية ويسامحني المشاهد على التكرار، أنه الجزائر تبنى ويستثمر فيها باغتنام الفرصة، تبنى مدن باغتنام الفرصة تاع مشاريع مثل غار جبيلات وغيرها. إذا توزع الأفراد، لكن الأفراد ما تنقلش هكذاك، الأفراد تجر بمشاريع والمشاريع تمد سكنات وتدخل عندك ما تكاينين شوز. لما ننطلق في منحنى الاقتصادي خلاص بدينا في لاكرياسيون دو فالور، لما ننطلق في المنحنى الاقتصادي خلاص ندخلوا في الدائرة الاقتصادية. لكن لما نبقاو بهذاك التمويل الغير الاستثماري، لأنه تمويل الدولة هو تمويل غير الاستثماري، وهذاك المال عوض ناخذه وندير به استثمار ويدير لي ربح، وهذاك الربح اقتطف منه ونروح للطبقة المعوزة، لأن الطبقة المعوزة كاين شباب متزوج، كاين ناس شيوخ ما عندهمش وين يسكنوا، شفنا عندها يومين عجوز، وربي يغفر لكل واحد وربي يسامح كل واحد ويهدي كل واحد. لما تلقى انت امرأة عجوز ما عندهاش وين تسكن، مليح تتدخل الدولة، لكن مليح تكون آليات خلق الثروة باش عجوز مثل هذه ولا عشرة مثلها ولا كاين اللي ما عندهمش دراري وكاين، المهم ربي سبحانه كل واحد أقداره. لكن لما تكون آليات الاستثمار يولي السكن من باب تحصيل الحاصل، يقتطف من هامش مردودية الاستثمار ولا يقتطف من رأس المال اللي لازم يستثمر. هو الخطأ ونراه معمول به، معليش ما نحسبوش واش راح، اللي راح راح واللي راه يتحاسب ويتحاسب. لكن ننطلق
برؤية غير إدارية لكن تحت مراقبة الإدارة. الوزير يراقب لكن الأدوات الاقتصادية يجب الدفع على الميدان وخلقها. مراجعة النظرة الكلية للترقية العقارية في الجزائر. وش معناه مرقي عقاري؟ هل مرقي عقاري اللي عنده الدمغة وعنده أجريما ولا اللي عنده أدوات بناء؟ لما تقول نمد لمرقي عقاري وتقول انه يتحمل مسؤوليته، بصح انت على بالك باللي ما عندوش ادوات البناء وباللي غدوه راح يدخلك في جدار، معناه على بالي بلا راح ندخل في جدار. والتخطيط سي با لو كونستان. التخطيط في الشهور الاولانيه نعرف المنحنى تاعي، كنا نعطي لا كورب دو توندونس، نعرف المنحنى تاعي وين رايح. الى المنحنى رايح في اتجاه الخطا نوقفها في الثلاث شهور ونعاود جورياجيست لوبيراسيون، ماشي نخليهم بعد نعلم الناس. قال يا جماعه راني نعلمكم المشروع تاع 3 سنين راح يولي فيه 6 سنين وممكن ما على باليش راح يولي فيه. اذا الهندسه، الرؤيه الاستثماريه للمشاريع، السكن للطبقه المعوزه من باب تحصيل الحاصل. وكاين امر لما الدور الاقتصاديه، الدوره الاقتصاديه ينزل كم من السكنات والكم واش يدير؟ يخفض الثمن. لكن اداه البناء واداه الاستثمار والعمليه الاقتصاديه تبقى دائما قائمه. النظره المدمجه، المدمجه بين الهندسه التقنيه والهندسه القانونيه والهندسه الماليه في بناء الجزائر. طيب ربما أعود إلى نقطة فقط، يعني نتحدث اليوم عن الرقابة والبطاقية الوطنية وما إلى ذلك، ربما اليوم ما السبيل لتصحيح هذه الاختلالات؟ يعني أي رقابة؟ رقابة على تسليم المشاريع السكنية إلى الأشخاص، إلى المستحقين. يعني لما نتحدث اليوم كما يقول الوزير عن البعض من يستفيد من أكثر من سكن، يعني هنا يقول أنها ربما أثرت على عملية سيرورة المشاريع، يعني هنا من ناحية الإدارية. شوف هنا في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة معليش، الإدارة أعلم بهذا. هنا كاين بروبليم دو سيستيم دانفورماسيون، يعني ولا نسموه بنك معلومات ولا سيستيم دانفورماسيون. عباك السيستيم دانفورماسيون مشروع، مشروع عنده تمويله وعنده اجاله. سيستم دانفورماسيون الي تري 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 امبورطون، لانه هو اللي خلينا نقدروا ناخذوا القرارات الصائبه ونراقبوا المراقبه الصائبه ونتفاداو الخساره الكبيره في المشاريع. طيب. اذا لو سيستم دانفورماسيون كيش غيرك جايب عقار يلفو انفستير فيه وتمويله. شكرا. وتوظيفه. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور لك. عبد الرحمن بن يمينة، خبير في العقار والهندسة. شكرا. المالية. شكرا أيضا مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. نلقاكم غدا إلى اللقاء.